مع هاي الظروف الصعبة بفترة الامتحانات، طلاب المدارس يمكن عم بمر بفترة ما عم يعرفوا يدرسوا، مشتتين زي ما حكينا قبل الفاصل، الأوضاع صعبة والأخبار وأحداث غزة والعدوان الإسرائيلي على غزة، هذا كله عم بيأثر كمان على الأطفال وعلى الطلاب. لنحكي أكثر معانا اليوم على الهواء مباشرة ناريمان عريقات، مستشارة تربوية. أهلا وسهلا فيكي معانا برنامج على الطريق. اهلا فيكي، يسعد مساكم جميعا ويسعد مساكي رندو حنين. اهلا اهلا ست نريمان. يعني بدايه انت شايفه اولادنا من يعني من الله زي ما بيقولوا ما عم بيركزوا، ومع هالظروف اللي احنا عم نكون عايشين فيها وطول وقتهم قاعدين على السوشيال ميديا عم بيشوفوا فيديوز ممكن تاثر عليهم، ممكن ما تخليهم يعرفوا يناموا بالليل، جد فقدوا نسبه كبيره من تركيزهم. كيف ممكن نخلي اولادنا يرجعوا يركزوا على القليله وقت الامتحانات؟ تمام، أول إشي شكرا كثير لطرحكم، لأنه هلأ إحنا بوقت ما بنقدر نفصل بين اللي عم بيصير بفلسطين وبغزة تحديدا وبين حياتنا. فإحنا هلأ أنسب إشي إنه إحنا نجيب الجانب الإيجابي من الدراسة ونسقطه على غزة. كيف يعني؟ إنه منقول لأولادنا خاصة الصغار إنه أنت هلأ بدك تركز بالدروسك، بدك تجيب علامة عالية عشان أنت تكون صاحب شهادة حلوة تفيد أهل غزة. إذا قبلنا بحب دكتور منحي في هذه الرغبة أساس ومنربطها في أهل غزة عشان أنت تعالج الفلسطينيين. لما يجيك واحد من هناك ممكن تهديه تقول له هذا هدية ما رح أخذ منك فلوس. فإحنا بدنا نربط الأشياء اللي عم بتصير هلأ بس في إشي إيجابي تعطي دافع للولد إنه أنا بدي أتعلم، أنا بدي أدرس، أنا بدي أجيب علامة كويسة. وبهيك كمان إشي حلو كمان نعلمه لأولادنا إنه إذا إحنا مو قادرين نعمل إشي غير التبرعات المالية والدعاء طبعا أول إشي، في أشياء تانية إحنا نقدر نعملها حتى لو أثرها ما كان هلا موجود، أثرها رح يكون لبعدين. يعني زي طالب العلم مو ضروري أنا هلا يكون معي فلوس كتير، ممكن عائلات ما معها فلوس مثلا لتسل تبرعات، لكن أنا عندي علم، أنا عندي مهارة بقدر أفيد فيها، أنا عندي هواية ممكن أفيد فيها الآخرين. طب خلينا نحكي شوي عن دور المدارس بتوعية الطلاب بفترة الامتحانات مع هاي الظروف الحالية. في خطأ شائع بصير للأسف في مدارس عديدة إنه هم بطمسوا الطالب وبحجة إنه بلاش نشتت تفكيره، بلاش نشتت انتباهه. لا، الأصل إنه إحنا نخلي الطالب يفرغ إيش تفكيره، يفرغ إيش اللي باله، شو اللي موتره. وهذا كثير مهم. هلا في مدارس مثلا ما بدت فترة الامتحانات، مهم المدارس تحكي عن هذا الأشياء. يعني أنا بعرف مدارس كثير ممتازة، منهم مدرسة تبني، إنه بخصصوا كل حصتين 10 دقائق الطلاب يحكوا اللي بدهم إياه. يعني مو بس حصة الدين ولا حصة التاريخ، لا أي مادة يعني بطريقة منظمة بين الأساتذة، خلي الطالب يحكي اللي بده إياه. فهيك الطالب بنبسط، لأنه إحنا قد ما كأهالي قد ما حكينا مع أولادنا، الأولاد بيكون لهم بمارسوا دور مختلف في المدرسة، فبيحبوا هذا النقاش يناقشوا مع أستاذهم، يناقشوا مع طاقة وبيفرغوا كمان مشاعر بالنسبة لهم. وهذا إشي جدا مهم عشان يقدروا يركزوا عليها وبتبادلوا معلومات كمان. يعني ممكن يكون عندهم فكرة معينة، هاي الفكرة تتوضح أكثر من خلال مناقشتها مع أساتذتهم مع أصحابهم بالصف. صح، يعني تخيل إحنا الكبار مرات بنسمع معلومة جديدة أول ما حدا يقولنا ألو لو تعرف إيش عرف الشغلة الفلانية. أوكي، فما بالك لما يكون الموضوع سلبي وإله أبعاد نفسية وعواقب إذا هو ضل في نفوسنا. طيب أستاذة نريمان، هلأ مثلا زي ما حضرتك ذكرتي في مدارس بلشوا امتحانات ومدارس لسه، هلأ مثلا لما تيجي النتيجة كتير في أهالي زي كانوا بتضايقوا أن أولادهم ما جابوا العلامات المتوقعينه أنه يجيبها، وبنفس الوقت الأطفال يعني بالذات العمر صغير بتضايقوا أكتر وأكتر. هلأ كيف ممكن إحنا نتعامل مع أولادنا، لأنه ممكن يكونوا عن جد فعليا متأثرين إذا جابوا علامات مش متوقعة وأقل من المتوقع، كيف نتعامل مع أولادنا؟ تمام، هلا احنا ما بدنا نشوف العلامه كعلامه فقط. اول شيء بدنا نفرق احنا بين الفوز والنجاح. الفوز انه ابني جاب الاول او الثاني او الثالث على الصف، فقط كمرتبه بغض النظر ايش معدله. النجاح اللي يفضل احنا نركز عليه لانه مش داخل مسابقه، احنا هو داخل امتحانات، داخل يتعلم، فبده يكتسب مهارات ينمي معارف عنده.
فأنا بركز على النجاح. إيش يعني النجاح؟ إنه أنت إيش كان مستواك، هل حافظت عليه، هل زدته، هل قل. فأنا هاي رقم اثنين. رقم ثلاثة كثير مهمة، إني أنا لو ابني 95 ممكن أزعل منه، وابني الثاني جاب 80 أنبسط. ليش؟ الإشي المهم المعيار لانبساطي وإني أعزز ابني ولا لا، اللي هو هل أنت عملت اللي أنت بتقدر عليه ولا لا، حد جهده في الدراسة بالضبط، هل أنت ضليت حاولت تعمل جهدك، حاولت تسألني إذا احترت بإشي، بذلت مجهود، حاول يعني هل أنت عملت اللي عليك فيما يتعلق بالامتحانات، وبالنهاية جبت هاي النتيجة، شو ما جبتها شو ما كانت أنا رح أنبسط منك. بالضبط، بالنهاية قدراتي كمان. في ناس بتكون مركنة حاطة إجر على إجر، لا خلص ما أنا معتمد على شرح الأستاذ، لا أنا ما أنا بلقط خلص وجاب 94. لا والله إحنا رح نحاسبه، لأنه هي الشغلة مش شغلة رقم ولا شغلة قديش مركة، قديش المركز أول أو ثاني، حد مجهود بالضبط. أنت لازم يكون عندك حس مسؤولية، هل أنت بذلت اللي أنت لازم تعمله ولا لا. طبعا احنا كتير استفدنا من هالمعلومات القيمة منك ست ناريمان. شكرا لوجودك معنا ببرنامج على الطريق. شكرا لكم، شكرا، يسعد مساكم جميعا.